فاضل اولياء الامور، ولادي وحبايبي اللي متابعيني، حبايبي المستر، اهلا بكم في قناه يلا نذاكر مع مستر احمد نسيم لتعليم وتاسيس الاطفال بطريقه الفونكس. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نقرا كلمه من 3 حروف، علشان كده سمينا الفيديو ده How to read، يعني ازاي تقرا. في الفيديو نمبر 3 اتكلمنا عن البلندنج، وقلنا بيبقى consonant حرف ساكن مع الفايف فاولز، كنا بنركب الكونسونانت مع الفايف فاولز، مثلا البي with vowel A، ب أ با ب بي بو با. النهارده هنضيف consonant عشان تبقى الكلمة من 3 حروف، مثلا البي with vowel A، ب أ با، هنضيف consonant تي. قلنا يا جماعة التي قبل كده sound ت ت، يعني الكلمة دي هتبقى بات بات. نفس الكلام هنعمله مع الب A، ب A ب، هنضيف الكونسونانت ت، هتبقى الكلمة دي اسمها بت بت. هنركب ب E، ب E، هنضيف letter T بقت بت بت. نفس الكلام هنعمله مع ب أو، ب أو با با، هنضيف الكونسونانت T هتبقى بات بات. ب آ ب آ با با هتبقى بات بات. هنعمل نفس الكلام ده مع letter C، هتبقى cat cut cut cat cut cut. وقلنا letter C يا جماعة لو جه بعده I E Y بننطقه S، عشان كده احنا ضفنا ال C with vowel O، ال C with vowel U، ال C with vowel A بس. letter D، D قلنا sound D D، D with vowel A D D، هنقفل بالكونسونانت G، وقلنا ال G sound G، هتبقى الكلمة اسمها dag dag. dig dig dog dog. تاني يا جماعة dag dig dig dog dog. على فكرة يا جماعة ال O sound O، بقول dog 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 كده، ما بقولش dog ما بقولش dog، عشان ده صوت تاني. ال O sound short O sound O O. هنكرر الكلام ده مع letter F، F A F، هنقفل بالكونسونانت N، ال N زي ما قلنا sound N، يبقى الكلمة دي اسمها fan fan، thin thin، fun fun. تاني يا جماعة fan thin thin fun fun. letter G with vowel A، G A G جام. هنغير بقى G A get جيم جوم جام. letter H، ها آ ها، المقطع ده ها آ ها، هات 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 هيت هوت هوت. جا هنقفل برضو consonant T، جات جات جت جت جوت جوت. letter K with vowel A، ك ك آ ك. يا جماعة letter C، ك ك ك ك، طلع من هنا ك، بقول car cat، لكن ال K أنا كده ببتسم فيه كده زي مثلا كلمة K، علشان كده بقول هنا ك 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 ك. وبقفل هنا بليتر F، F sound F، علشان كده الكلمة دي بقت ك آ ف، كاف كاف كيف كوف كاف، كاف كيف كيف كوف كاف. letter L، leg leg
lick, look, lug. man هنقفل هنا بكونسونانت ان هتبقى man, men, min, mon, mon. n n with vowel a, n, a, na هنقفل بالكونسونانت t هتبقى nat, nat, net, knit, not, not. p p sound p. وقلنا يا جماعة بفكركم letter p sound p غير ال b sound b. ال b p with vowel a, p, a, pa, pan, pen, pin, pon, pon. تاني يا جماعة pan, pan, pin, pin, pon, pon. وهنا هعرف انطق وافرق بين الكلمتين دول. pen, pin. بصوا يا جماعة ال e pin, pin. التانية pin, pin. ببتسم كده وبكسر على letter i او short i. لكن اللي مش متعلم فونكس بينطق الكلمتين دول نفس الصوت، بيقول دي بن ودي بن. ار رات هنقفل بالكونسونانت تي تي برضو. رات ريت ريت روت رات رات ريت ريت روت رات. ليتر اس وذ فاول اي سا هنقفل برضو كونسونانت تي ساوند ت. سات سيت sit, sup, sat. letter t with vowel a, ta, هنقفل بالconsonant p هتبقى tab, tab, tip, tip, top, top. v with vowel a, v, a, the, هنقفل بالconsonant d, ved, ved. v with vowel a, v, d, هنقفل برضو بالconsonant d, vid, vid, vod, vod. ver, vid, vid, vod, vod. letter w, letter w with vowel a, where, هنقفل بالكونسونانت n هتبقى when, when, win, win, won, won. letter x اكيد حضراتكم اللي متابعين وشافوا الفيديو التعليمي هيلاقوا ان الفاول بيجي قبل الاكس. اكس 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 اوكس اوكس. ليتر واي يا هنقفل بالكونسونانت ام هتبقى يام يام يم يم يوم يوم. اخر ليتر هنا معانا يا جماعه ليتر زي وذ فاول اي ز ا ز هنقفل بالكونسونانت دي بقت زاد زاد زد زد زاد زاد. حبايبي المستر بكده يبقى خلصنا فيديو النهارده. هنقرا الكلمه واحده واحده وهنخلي ماما تملها لنا في البيت وهنكتب بخط جميل ونخلي بالنا من الحروف بدايه الحرف فين ونهايه الحرف فين عشان نبقى شطار وممتازين وهنتعلم حاجات كتير بعد كده ان شاء الله. الافاضل اولى الامور، نصبر كده مع اولادنا شويه. واهم حاجه يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو اللي فات التعزيز اللفظي. انت شاطر يا بابا، انت ممتاز، اكسلنت، انا هجيب لك حاجه كويسه او هجيب لك حاجه حلوه او هجيب لك هديه. المهم ان احنا نشجع اولادنا. ما تنسوش تشتركوا في القناه، هنكتب في السيرش يلا نذاكر مع مستر احمد نسيم.